السلام عليكم يا شباب. دلوقتي هنتكلم ان شاء الله مع باشمهندس عن مايلستون، هيدلنا فكره عن المايلستون بصفه عامه ومشاركتهم النهارده في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. ثانك يو فيري ماتش. اتفقنا نتكلم بالعربي ولا بالانجليزي؟ عربي انجليزي اي شيء. طيب اوكي. خلينا عربي عشان الناس تتكلم. خلينا عربي عشان الناس تتكلم. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا على اتاحه هالفرصه. اليوم انا بتكلم عن واحد من اهم السوليوشنز اللي موجوده في الماركت. شركه مايلستون شركه دنماركيه لها في العالم تقريبا حوالي 25 سنه، متخصصه بشكل كبير جدا على موضوع الفيديو سيرفيلانس والفيديو مانجمنت سوفت وير سبيشال. مايلستون از سيلينج ذا برودكت اور اوفرينج ذا برودكت بيست اون فاليو. سو ذير ار 3 فاليوز ذات مايلستون از توكين اباوت. وان اوف ذا مين فاليوز ذات مايلستون از توكين اباوت از ذا اوبن بلاتفورم. وجود منصة تكون مفتوحة المصدر بالنسبة للكاستمرز أو بالنسبة للأذر سوليوشنز تعطيه فرصة عملية الانتجريشن مع الأذر سوليوشن. القيمة الثانية اللي مايلستون أيضا تتكلم عنها اللي هي قيمة حرية الاختيار. نؤمن دائما بقوة أو حاجة العميل دائما أنه يكون عنده حرية اختيار السوليوشنز أو الأنظمة اللي تتركب على السيستم حق مايلستون. الأمر الثالث اللي له علاقة أيضاً بمايلستون عملية وجود integration capabilities. مايلستون أو قوة الانتجريشن. مايلستون لما تجي تتكلم معاه تتكلم عن the power of integration. ليش؟ لأن مايلستون already integrated مع أكثر من 1300 كاميرا على مستوى الدرايفر، فبالتالي أي features موجودة في الكاميرا راح تلاقيها زي features اللي موجودة في الكاميرا هذه. بحكم انه مايلستون انتجريتد على مستوى الكاميرا درايفر راح تلاقي كثير من الفيتشرز اللي موجوده في الكاميرا مدعومه من خلال الفي ام اس. الامر الثالث والاخير موضوع الفيوتشر بروف. مايلستون كاوبن بلاتفورم تضمن لكثير من المستخدمين عمليه تطور المنتج، لذلك عندنا ثلاثه ريسيرش اند ديفلوبمنت سنتر على مستوى مايلستون. الفيرست ريسيرش اند ديفلوبمنت سنتر اللي هو مناطق البحث والتطوير، عندنا ثلاثة مواقع بحث والتطوير على مستوى العالم. الأول موجود في صوفيا، الثاني موجود في كوبنهاجن، والثالث أيضا موجود في سنغافورة. اهتمامه بشكل كبير جدا على عمليات الانتجريشن اللي تتم على السيستم وعمليات تطوير المنتج، وإحنا بصدد الآن تطوير المنتج بشكل أكبر جدا بحيث أنه يقدر يستوعب الفكرة الجديدة اللي متجه عليها العالم من ناحية Artificial Intelligence. أتمنى أن يكون الحديث مقتضب حول الفاليوز أو القيم اللي مايلستون قاعد تقدمها للماركت، وأشكركم جزيلا على هالفرصة. شكرا لك يا باشمهندس، حياكم الله. شكرا شكرا، سلام عليكم.